السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هسه طلعت من الفندق وهاي الجنود انتظر التاكسي، طلب التاكسي يوصلني لمطار بنوكفا، ومن هناك راح اطير ان شاء الله على دبي. فانتظرونا راح اول ما اصل المطار مال موسكو يعني مال بنوكفا راح اصور شوية وبعدين بالطيارة وهيج. يلا باي. Thank you.
سادتي اهلا ومرحبا بكم في دبي. نشير الساعة الان الى 8:50 مساء. التوقيت المحلي هو 39 درجة مئوية. تبلغ درجة الحرارة في الخارج 33 درجة مئوية. باسم طاقم الطائرة نرجو أن تكونوا قد أمضيتم رحلة ممتعة ونتطلع فينا ولتحديثكم مجددا على متن الطائرة. تذكروا أنه يمكنكم قسم مكافأة من برنامج أمي إذا لم تكونوا أعضاء بعد انضموا للبرنامج اليوم. شكرا لكم على اختيار فلاي دبي للتعاون مع طيران الإمارات ونتمنى لكم إقامة سعيدة في دبي. سادتي مرحبا بكم في مطار إربيل الدولي، حيث تشير الساعة الآن للساعة 9:05 صباحا حسب التوقيت المحلي، بينما تبلغ درجة الحرارة في الهواء في الخارج 35 درجة مئوية. من أجل سلامتكم وسلامة الآخرين يرجى منكم بقاء جالسين في مقاعدكم مع قاسمة المقاعد مغلقة. إلى حين ضعف الطائرة بشكل هيئة وتفاجأ قاسمة المقاعد، كما يرجى منكم اتباع دفعات حل الخزان العربي وذلك احتمال تحرك الجعثان خلال الرحلة الدولية إلى سبوتيا وتسبب في حدوث إصابات. وعند دخلكم الطائرة يجب منكم التأكد من عدم ترك موقعكم الشخصية. نذكركم بأن التدخين ممنوع حين وصولكم للمناطق الخاصة للتدخين في المسافرين. يمكنكم استخدام هاتفكم المتحركة. باسم طاقم الطائرة نرجو أن تكونوا قد أمضيتم رحلة ممتعة وتتلقوا بالترحيب بكم مجددا من الطائرة. شكرا لكم لاختياركم السفر مع فلاي دبي بالتعاون مع طيران الإمارات.